مشاهدينا الكرام، متابعي قناة ليبيا الرياضية البرتقالية، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في ربوع وطننا الحبيب من شرقه إلى غربه إلى جنوبه، وتحديدا في العاصمة طرابلس بين الديربي، في لقاء الديربي، لقاء القمة، لقاء الحسم بكل تأكيد، ديربي العاصمة بين قطبيها الأخضر والأبيض بيانكو فيردي الأهلي تريبولي، والأحمر والأبيض بيانكو روسو الاتحاد. قطبي هذه المواجهة بكل تأكيد على بركة الله صافرة حكم لقاء الصربي نوفاك سيموفيتش، تنطلق في هذه اللحظات طاقم تحكيم صربي بقيادة نوفاك سيموفيتش أوستريان، والحكم الفار الأول الستانكو أوستريان، وحكم الفار الثاني ميلوس سيموفيتش. بداية سريعة وانطلاقة سريعة لهذا اللقاء بكل تأكيد تنفيذ كابتن الفريق طلال فرحات. نتابع هذه الكرة ومن ثم نعود لسرد التشكيل الأساسي لكل فريق. طلال فرحات، الكرة الأولى تلعب على مستوى القائمة الثاني، خطيرة رصية في مرة أولى والإبعاد موجود. فل كابيتانو محمد الزعبية الذي يتواجد في الدكة في تشكيل أسامة الأحمادي، أما تشكيل المدرب التونسي فتحي جبال. نتابع هذه الكرة عن طريق معاذ عيسى، كرة خطيرة خطيرة، معاذ جول جول، بداية سريعة بداية سريعة بدون مقدمات، معاذ عيسى يخترق يخترق داخل مناطق الجزاء ويتفنن ويصوب كرة، كرة قوية من معاذ عيسى تغالط الحارس محمد نشنوش. البداية السريعة فريق معاذ هنا، واحد على واحد أمام معتوق، معاذ بالسرعة يصوب هدف أول لصالح الاتحاد، بيانكو روسو حمراء وبيضاء، هدف أول، هدف عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة الثانية دون أي مقدمات، يدخل في صلب الموضوع فريق الاتحاد وتحديدا عن طريق الفتى المدلل معاذ، هدف أول عن طريق بدر حسن إلى محمد أبو زريق، شرارة يلعب الكرة العرضية، الضغط من لاعبي الأهلي عن طريق علي معتوق، معتوق العرضية باتجاه سلطو رصية، بداية قوية بداية نارية أصدقائي أعزائي المشاهدين، تحديد الهوية، هوية حامل لقب بطولة الدوري الليبي 2021-2022، دوري المؤتمر الأوروبي للأندية، وكذلك كأس الأمم الأوروبية. المجني كرة خطيرة ضاعت، فالأول اللي جاء في الدقيقة الثانية ربما لم يعطي مجال للفريقين لجس النبض، دخل في صلب الموضوع معاذ عيسى، لمسة عند ربيع الشادي، كرة في المساحة، نبيل مجني تدرج ولا أروع بالكرة، وصلت على اليسار عبد العاطي، يمشي العباسي، يمر العباسي، عرضية خطيرة ضاعت، رد الفعل والرياكشن، هل يأتي الكرة عند الترهوني، عرضية ولا أروع باتجاه لمعتوق، خطيرة ضاعت باتجاه معتوق، خطيرة ضاعت، الوصول الأول والتهديد الأول لفريق الأهلي. فاللقطة الماضية عرضية كانت من الترهوني باتجاه علي معتوق، القادمون من الخلف، اضرب كرة، النسخة المميزة وهذه البطولة المميزة تصل إلى مرحلة مميزة أكيد، وهو لقاء فاصل، لقاء حاسم بين الجارين، باتجاه بدر، بدر إلى بوزريك، شرر يلعب البيني، يا سلام علي معتوق، يضيع أنيس، يضيع السلتو، الراية موجودة تسلل، يضيع أنيس السلتو، فرصة خطيرة خطيرة، الكرة الأخيرة ولكن البينية من شرارة، هنا أمامنا لقطة الإعادة لكن التسلل، التسلل كان موجود حسب قرار المساعدة الثانية الصربي جيروفيتش. أيوب أيوب عياد يلعب البينية باتجاه لمعتوق، معتوق يضيع بغرابة، التمرير البينية من أيوب باتجاه علي معتوق، فرصة أخرى لصالح فريق الأهلي. هنا لقطة الإعادة في الدقيقة 20 بالرقم 20، علي معتوق يطيح بفرصة أخرى خطيرة لصالح فريق الأهلي. الهرام واحد على واحد مع التربي، التربي والهرام يفضل العودة للخلف باتجاه عبد العاطي العباسي، العباسي يبحث عن المرور، يعكس العرضية داخل المنطقة على مستوى القائمة الثاني، معاذ عيسى، جول 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 جول، ربيع ربيع الشادي يضيف الثاني، هدف ثاني لصالح فريق الاتحاد، ربيع الشادي، كرة ملعوبة على مستوى القائمة الثاني، معاذ عيسى بلمسة باتجاه ربيع الشادي، بهتة وهفوة دفاعية كانت، بهتة وعفو هفوة دفاعية كانت حاضرة، يسأل عن هذا الهدف محمد المنير وكذلك لاعبي خط الظهر لفريق الأهلي. هنا لقطة الإعادة، الرقابة لم تكن موجودة
والتحرك كان بشكل ولا أروع من ربيع الشادي. وهنا لقطة الإعادة أمامكم أصدقائي المشاهدين والمتابعين. محمد الفقيه، الفقيه في ظهر الدفاعات عند علي معتوق، معتوق عرضية خطيرة داخل المنطقة والإبعاد من سند الورفلي. عند بوزريك شرارة، شرارة، شرارة داخل المنطقة، شرارة يمر، شرارة يمشي، شرارة يضيع بوزريك شرارة. يا الله، محمد بوزريك شرارة يمر بالمهارة، محاولة أخرى خطيرة لصالح لاعبي الأهلي. هنا المرور، هنا العبور عن طريق شرارة. بدر يمر، أمامنا أيضا أسامة الأحمدي الذي عاد بالاتحاد. الكرة من ترهوني، صوب كرة مع عكاشة، معاد 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 يمر، ولكن عكاشة يتفوق. جمل بما حمل إن صح التعبير، يلعب بهذا المنطلق لاعبي فريق الأهلي. كرة داخل المنطقة خطيرة عند صالح الطاهر، الطاهر عرضية، العرضية من المنير، كرة عند شرارة، جول الأردني محمد بوزريك. بوزريك شرارة داخل مناطق الجزاء بكل مهارة وبكل ثبات يسجل هدف تقليص الفارق. هل تنتهي بهذه النتيجة أم يعود الأهلي؟ هنا نقطة الإعادة، العرضية موجودة، بوزريك شرارة يستغل العفو، يستغل الخطأ الدفاعي الحاضر، صالح الطاهر، المنير والعرضية، شرارة أفضل لاعبي فريق الأهلي، قلت في شوط أول يؤكد كلامي ويسجل هدف تقليص الفارق. هنا أمامنا لقطة الإعادة من أكثر من زاوية، عفوة دفاعية كانت حاضرة، وبوزريك شرارة. والنتيجة لا تزال هدفين مقابل هدف لصالح فريق الاتحاد. أصدقائي أعزائي مشاهدي، 78 دقيقة لعب. طلال بوزريك يعكس العرضية داخل المنطقة باتجاه صالح الطاهر، مرة أولى مرة ثانية داخل المنطقة والحكم يأمر باستمرار. لا، أيوب عياد عند المنير، المنير يطول الكرة داخل المنطقة، التربي بالرأس في مرة أولى، البحث عن عبد الله العرفي، والصافرة موجودة، الخطأ خطأ موجودة. كذلك الأهلي كل اللاعبين لتأدية الدور الهجومي، تلعب الكرة بشكل سريع داخل المنطقة خطيرة، صالح الطاهر يصوب والإبعاد من سند الورفلتا، الضغط موجود، الكرة داخل المنطقة لا تزال لصالح نور الدين القليب، القليب يصوب كرة خطيرة لخارج المرمى، الكرة تقطع تعود من جديد، القليب نوري، نور الدين القليب يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن بدون عنوان، يتابع في نقومة، القليب يمر، القليب يمر في مرة أولى في مرة ثانية، يستفيد من خطأ نور الدين، خلي حيحتسبها الصربي، كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة، الإبعاد موجود، الوقت المحتسب بدل ضايع، علي بو عرقوب داخل المنطقة خطيرة، صالح الطاهر، صالح الطاهر 6 دقائق، وين الصورة يا مخرج؟ وين الصورة وين الكرة؟ داخل منطقة الجزاء، فاكس في روميش تلعب الكرة داخل المنطقة على مستوى القائمة الأول، راسية موجودة من محمود عكاشة، نور الدين القليب على اليسار باتجاه محمد المنير مع يوسف، يعكس العرضية المنير داخل المنطقة، يبعد الكرة طلال فرحات، باتجاه نور الدين، القليب القليب يبحث عن العرضية، يلعب العرضية والكرة في كورنر، دلافي على التنفيذ، محمد المنير يلعبها عند نور الدين القليب داخل المنطقة، داخل المنطقة راسية التربي ويتصدى معاذ اللافي، راسية التربي واللافي بكل ثبات، اعطاهم باس في كندا بها مرت خمسة ومتبقي دقيقة، راسية في اللقطة الماضية، الشد العصبي في دكة البدلاء لكلا الفريقين، كرة على اليسار عند محمد المنير، المنير يعكس العرضية، ربما هي الكرة الأخيرة، ربما هي الهجمة الأخيرة، يبعدها طلال، يأكد إبعاد هاني سلم الصراتي، والآن أصدقائي أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ليبيا الرياضية، حكم لقاء الصربي نوفاك سيموفيتش يطلق صافرته، معلنا عن نهاية أحداث وأجواء شوط اللقاء الثاني، والمباراة الفاصلة، واللقب للاتحاد، اللقب 18 للبيان كروس. في باب بن غشير الاتحاد يحقق اللقب ويحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي من أمام أهلي العاصمة الأهلي تريبولي. إذا نهاية اللقاء، ألف ألف مبروك لفريق الاتحاد التتويج باللقب والبطولة، أيضا هارد لك وحظ أوفر لفريق الأهلي، أهلي العاصمة قدمتم كل ما هو رائع، قدمتم كل ما هو جميل في هذا الموسم، أبدعتم أمتعتم أقنعتم، ولكن هذا هو حال كرة القدم، هذا هو حال الرياضة، الاتحاد تمكن من الانتصار وباستحقاق أكيد. قال بيانكو روسو الاتحاد باب بن غشير البطولة للموسم الثاني على التوالي في باب بن غشير، محمد نور الدين زعبية كابتن الفريق وقائد الفريق وكذلك ربان السفينة الذي عاد بالاتحاد من بعيد، الكوتش أسامة الأحمدي، أسامة الأحمدي أكيد موسم كان
إذن ألف مبروك لفريق الاتحاد، رسميا فريق الاتحاد بطل الدوري، بطل الدوري الليبي الممتاز.